السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم اصدقائي، معكم زياد هادي الاستاذ، استاذ آلة العود والنظريات الموسيقية في معهد الدراسات الموسيقية في بغداد في العراق، واتشرف بكم واهلا وسهلا بكم. اليوم احنا بما انه نزلنا اعلان بانه ستكون هذه القناة مختصة بتدريس وتعليم العود واسراره والمقامات والاطوار الريفية، اضافة الى الموضوع الثاني اللي هو كيف تتعلم الغناء والطرب العربي. يعني كثير من الأصدقاء الموجودين عندهم إمكانيات، عندهم إمكانيات قوية، عندهم موهبة يقدر أنه يسقلها بالدراسة الأكاديمية اللي موجودة بالصوت. وأنا شاهدت كثير وعندي طلب حاليا بالصوت، أدرسهم عملية الصوت والإلقاء والجوابات والقرارات اللي موجودة اللي هي ضرورية جدا طبعا للشخص اللي يريد يتقدم لمسابقة معينة مثل The Voice و إلى آخره. يحتاج مقومات، يحتاج تمرين، يحتاج أنه يتعلم كيف خروج الـ أو نطق النوت الموسيقية، كيف عملية النفس. لذلك اختاريت أني راح تكون القناة قسم إضافي إلى اللي هي للطلبة اللي أيضا يتعلمون من اليوتيوب الموجود حاليا أمامكم، وأيضا من خلال الأونلاين والدورات الموسيقية اللي يريد يحب يشترك مع الأصدقاء اللي حاليا دي يتمرنون عندي الصوت واللي راح يشاركون إن شاء الله في المسابقة القادمة إن شاء الله. أعتقد يعني بالخليج وبين تسجيلها في لبنان بين اللجنة التحكيمية. أنا أشرب بيكم اليوم. تمريننا هو تمرين النفس. أول بداية تخليها في بالك لي يحب أنه أول بداية أنه يسيطر سيطرة تامة على موضوع الصوت وبنائه وكيف يخرج الصوت بدون ارتباك. أول شيء لازم أنت عندك أولاً الاسترخاء التام بكل وضعيتك، تكون مسترخي. ثانياً عندك عملية النفس، يعني متقول دورة أو نقول عملية النفس اللي موجودة عندك. هذه عملية النفس الموجودة عندك جدا أكاديمية، يعني لولا النفس راح ينقطع عندك عملية النغم. ثالث موضوع هو المهم هو عدم الضغط على الحنجرة، عدم الضغط على الحنجرة، واللي يعني هذا يخليك في وضع تام وكامل بالاسترخاء على المسرح. إذن عندنا ثلاث مواضيع اللي هي وضعية الاسترخاء، وضعية النفس، وضعية اللي راح تضع نفسك في بين قوسين أنه أنت تكون مسيطر على هذه الأدوات وعدم الضغط على صدرك ونفسك. هذه كلها راح ناخذها من خلال الدروس. الآن الدرس الأول اللي يريد ناخذه واللي هو ناخذ درس انه بالام، يعني ام هذه كل الحركات والفكين هي مسيطرة سيطرة تامة على وضع الام. فلدى بداية اللي يحب انه ان شاء الله يصبح مغني، لان هي اعيد واكرر لكم هي ثلاثة اقسام موجودة، اللي هي مغني هو اللي راح يغني
الاشياء اللي موجوده ويكررها. لكن احنا شو نريدكم؟ احنا نريدكم تكونون مطربين، لانه المغني هو اللي يكرر كوبي بيست. يعني اسمع مثلا عبد الحليم انقل عبد الحليم، انت تسمع عبد الحليم ما تسمع محمد، او ما تسمع علي، او ما تسمع زيد، او ما تسمع كريم، او ما تسمع سالم، وهكذا. لذلك احنا نريدكم تصيرون دائما مطربين. المطرب هو اللي دائما يطربني، وثانيا اسمع منه النغم الصحيح وهو يقوم بواجب، وثالثا هو المؤدي اللي اني اؤدي هذا الشيء بصورة جميلة لكن بروحيتي، لكن بدون زغارف وتحليات. لذلك التمرين الاول راح نبدأ به لاحظتوا؟ إذا عملية النفس هي الأساسية بعد ما أنت تكون مسترخي استرخاء تام مثل ما أنا مسترخي أمامكم بالكاميرا وبدون ارتباك. تحياتي لكم، وانتظروني على الدرس القادم اللي راح ناخذ به الطبقات الموسيقية. لا تنسون الإعجاب والاشتراك في قناتي اللي هي متكونة من خانتين: تعلم العود والمقامات والأطوار الريفية، ودراسة والتمرين على الغناء، وخاصة المتخصص بالغناء العربي. وأيضا إذا تحبون تشتركون في أونلاين في الدورات الموسيقية، موجود رقم الهاتف أسفل الفيديو، وتحت أمركم. مع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.